والشروط، اول شيء حيكون عندك مشكله التمويل، فلذلك لازم انت تقدم طلب رسمي عن الاربايتس امت او الاجنتور فور اربايت ليقدر يمولك ولتقدر تقضي بقيه حياتك. شو اللي حيموت بالقلب الفايتر بيلدونج؟ افضل فايتر بيلدونج لخريجين الاقتصاد بسوريا. خلينا نشوف التفاصيل سوا بكمله الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عسى الجميع يكون بصحة وعافية. وعم شوفوا هذا الفيديو، أنا عبد الهادي من قناة vizen.com. اليوم بهذا الفيديو اللي حاكي عن فايتر بيلدونج جدا مميز لجماعة خريجين الاقتصاد والإدارة بسوريا. حقول بسم الله الرحمن الرحيم. الفايتر بيلدونج هو بيلانس بوخالتة. المهام اللي بتكون موجودة عند الشخص اللي بيشتغل كبيلانس بوخالتة، أول شيء عندك الشتويق ريكريغونج والضرائب، الشغل مع مدقق الحسابات، أيضا عندك الميزانيات الحسابية الختامية السنوية أو الشهرية، وعندك أيضا محاسبة التكاليف، وبتشتغل أيضا بشكل كتير كبير على الفواتير مثلا كالاينامة والاوزغابة الداخل والصادر، وبتكون مسؤول عن تدقيق الحسابات بشكل عام، وايضا انت بتكون مسؤول عن التفتيش الضريبي في حال صار. وايضا بالاضافة الى هاي المهام كلها بتكون عندك اعداد حسابات الارباح والخسائر. اماكن التقديم لهذا الفايتر بيلدونج هي اول شيء فيك تساويه عند الايهاكا، وايضا فيك تساويه عند المعاهد الخاصه اللي هي على سبيل المثال في بي اس والدكرا. وبنهايه الفايتر بيلدونج انت ملزم تساوي امتحان، هذا الامتحان بيكون عن جهه المسؤوله عنه هي الايهاكا، ومده الكورس ممكن تتراوح ما بين 4 شهور ل 30 شهر، بتختلف على حسب اذا انت عملته فول سايت ولا تايلت سايت. والشروط لهذا الاوس بيلدونج، اول شيء حتواجهك انت مشكله التمويل لهذا الفايتر بيلدونج، فلذلك انت ملزم انك تقدم طلب رسمي عند الاربايتس امت او الاجنتور فور اربايت. اما بالنسبه للشروط، فلازم انت تكون خريج اوس بيلدونج او شهاده موازيه لهذا الاختصاص زائد 3 سنوات خبره، او ربما تكون انت خريج اوس بيلدونج ومعك سنتين خبرة زائد فاخفيرد ناجح، تكون معك شهادة الفاخفيرد فبيحلك تساوي هذا الأوس بيلدونج. أما لو كنت أنت خريج جامعة فأنت بيحلك تساوي هذا الأوس بيلدونج في حال كان معك سنتين خبرة عمل. وبعض المناطق أو المنظمات اللي بتقدم هذا الفايتر بيلدونج ممكن تقبل لو أنت خريج جامعة فقط لا غير، فلذلك بتختلف من منطقة لمنطقة طبعا، وبتختلف من معهد أو منظمة لمعهد ومنظمة أخرى. وبالنسبة لأقسام الفحص بهذا الفايتر بيلدونج فهو 3 أقسام، قسمين نظري، وأيضا بيجي عندك قسم بريزنتاسيون بيكون قسم المودلش، وبيكون مدة الفحص المودلش هو عبارة عن ما بين 15 دقيقة إلى 20 دقيقة. وبالنسبة للرواتب ما بعد الانتهاء من هذا الفايتر بيلدونج فممكن تبدأ ب 3000 وممكن تنتهي لل 5000، بتختلف على حسب الخبرة اللي أنت معك إياها وعلى حسب قديش مشتغل وشو هي الشهادة اللي معك. طبعا لو أنت خريج جامعة بيفيل على سبيل المثال فهي الرواتب أعلى مما تكون خريج أوس بيلدونج. وملاحظة بسيطة موجودة على المواقع الألمانية، النساء بتتقاضى رواتب أقل من الرجال بهذا الاختصاص. على سبيل المثال لو الشخص الرجل عم ياخذ 3100 فبيكون راتب المرأة بهاي المرتبة الوظيفية 2800، وفي حال الشخص ساوى هذا الفايتر بيلدونج واشتغل لمدة 7 سنين فبيقدر يطور الشهادة بعدها لشتويا بيراتر. وطبعا الشخص بس يصير شتويا بيراتر فبترتفع الرواتب بشكل كتير كبير، وبساوي فيديو لاحق بيحكي عن الشتويا بيراتر بشكل عام كيف الواحد ممكن يحصل على هاي المرتبة الوظيفية. أما تكاليف هذا الفايتر بيلدونج فهي بتتراوح ما بين 3000 لل 4500، بتختلف على حسب المحتوى اللي انت عم تحصل عليه، على حسب المدة وعلى حسب المعهد اللي عم تساوي عنده هذا النوع من الفايتر بيلدونج. وبهي الحالة بكون وصلت لنهاية الفيديو، لا تنسون من الدعاء دعم لايك شير للقناة وللفيديو، ان شاء الله هذا الفيديو يكون مفيد. هذا الفيديو مميز جدا للاشخاص خريجين اقتصاد بسوريا اللي ممكن يلاقوا شغل بضمن هذا الاختصاص بعد التخرج من الفايتر بيلدونج. وهلا لحلكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كان معكم عبد الهادي من قناة vizen.com. السلام عليكم.